واش الكمامة الطبية ايلون ماسك مهم لحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؟ خاصكم تعرفوا باللي فيروس كورونا المسبب مرض كوفيد 19 ما تنتقلش عبر الهواء، وانما العدوى تدوز عبر الرداد اللي هو اللعاب اللي تيخرج من فم وانف المصاب ملي تيكحب اولا كيعطس. بالنسبه لهذا الماسك اللي كنستعملوه باش نحدوا انتشار الكورونا، فراه خاصكم تعرفوا باللي فيه جوج ديال الانواع. الماسك العادي اللي خدمته انه ما يخليش الرداد اللي دوينا عليه قبيله ينتشر الى عطس اولا كحب الشخص اللي لابسه، ولكن كيسمح بدخول الهواء، يعني هو كيصلح للناس اللي مرض فعلا باش يحدوا من انتشار المرض، وخاصو يتبدل كل 4 سوايع، وخاصو يتبدل كذلك حتى من اللي كيتبلل بزاف. كنرميو في سله النفايات اللي فيها كيس بلاستيكي، وكنغسلو يدينا مزيان بالماء والصابون من بعد العمليه. وكاين الماسك من نوع FFP2، وهذا خاص بمهني الصحه والمساعدين ديالهم اللي عندهم تواصل مباشر ومتكرر مع المريض، واللي عنده فعاليه باش يمنع عبور الفيروس في حال ترش عليهم لعاب المصاب. اللي لازم تعرف انه الحاله الوبائيه الحاليه في المغرب ما كتستدعيش من الشخص غير المصاب بهذا المرض يلبس الكمامه الطبيه من وقايه من الفيروس. راه يكفي نغسلوا اليدين بالماء والصابون ونتجنبوا الاتصال الوثيق والاحتكاك المباشر بالاشخاص المصابين، ونعطسوا في منديل ورقي من الافضل، ونتجنبوا البصق في الاماكن العامه كافيه للوقايه من هذا المرض، وهكذا غادي نحميو نفوسنا والناس القرابين منا.